اللي حصل ده ده عند ربنا الرحمة. انت عارف ليه؟ احنا رمينا الثورة ماشي دلوقتي بنلمها تاني، صح كلامي؟ عشان نعرفنا حاجة، ما يكون ابنك على كتفك ما ترمهوش وتدور عليه تاني، ابنك على كتفك ما ترمهوش وتدور عليه تاني. دولي ولهم الاثنين، دولي ولهم الاثنين، دولي ولهم الاثنين. الجماعه قالت كلمتها، الجماعه قالت كلمتها. المشير تحت جزمتها، المشير تحت جزمتها، المشير تحت جزمتها، المشير تحت جزمتها. يسكت يسكت حكم العسكر، 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 يسكت يسكت حكم العسكر. يا شريف باطل، حكم العسكر باطل، المشير باطل، وزارة الداخلية باطل، المشير باطل، حكم العسكر باطل. قال علينا بلطجية، 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 قال علينا بلطجية. هم شوية حرامية، هم شوية حرامية. ثورة ثورة حتى النص، المشير بيهيس، المشير بيهيس، المشير بيهيس، عايز يا برايس، عايز يا برايس، المشير بيهيس، المشير بيهيس، عايز يا برايس، عايز يا برايس. راجل يا راجل ارفع قصادي اهو. صلى على النبي. انا ناس دلوقتي على باب الله، كلنا على باب ماشي. الله ماشي. يعني انا دلوقتي اخد الخضار من السوق ماشي ب 18 جنيه 16 جنيه، قلت النهارده واخدها ب 7 جنيه. انا عشان اجيبها من العبور لغايه عندي تصرف 10، من حق ان انا ابيعها للزبون ب 12 ماشي، من حق ان انا ابيعها للزبون ب 12. هتكسب ازاي؟ طب هكسب ازاي؟ هكسب يعني ده منطقي خلاص، ده مش من حقك. طب ماشي، مش من حقي. هل التجار الكبيره دي ما لهاش تفاوض؟ ما لهاش كلام؟ اللي انت بتقوله ده قلنا لهم، عارف والله العظيم قلنا لهم دلوقتي، اصل انا راجل فلاح، كيلو البطاطس يجي يشتري التاجر من الغير بجنيه، ماشي، هنا يبيعوا لك بخمسه، انت تبيعوا لي بسبعه، تاخد بالك؟ استنى بس. والفلاح اللي زرعه بجنيه وبيزرع ما بيكسبش حاجه، ماشي، واغلب كل حاجه رايحه لجيوب التجار الكبار. قلنا لهم الدوله تشتري من الفلاحين مباشره عن طريق تعاونيات زي ما موجود في كل دول العالم، والدوله تكسب، ما فيش مشكله. انت جبته بجنيه، اودي الفلاح جنيه ونص، بعولي باتنين ونص، هتوفر فلوس اللي بيبيع، وتوفر للخزانه العامه، لان التجار دول، التجار دول طبقه كبيره جدا. ولعلمك بقى، الغرفه التجاريه لا تزال في ايد رجاله الحزب الوطني، وهم حاربوا الثوره. انا يعني جالي كلمني ناس سباكين وحدادين، قالوا احنا مش لاقيين مواد خام، لان اللي ماسكين الغرفه التجاريه بالحزب الوطني وبطلوا يستوردوا عشان نقول جاي ونكفر بالثوره. نشفوها، انت لا غيرت غرفه تجاريه ولا طلعت قانون منع الاحتكار ولا ضربت البتاع، والمواطن زادت عليه الاسعار عشان يكفر بالثوره، وهذا مقصود. هو فعلا قلنا لهم اعملوا انتوا تعاون يا راجل، ده ابو الامارات عشان تشجع الفلاحين، دوله ما فيهاش نيل، دوله بتخش تشتري وتعمل جمعيات وطن، جمعيات تعاونيه، وتجيب السلع الخضروات ومعرفش ايه المزروعه، وتعرضها للمواطنين في ابو ظبي وفي دبي وفي المدن باسعار كويسه. دكتور عمار، لو سمحت دي يا دكتور، فاهم العصابه بتاعتك انا عارف ان انت ماشي، انا راجل مزارع ماشي.